لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله سنكتب ما قال. العبادة يستحقها الغني على الإطلاق الذي خزائنه لا تنقضي. قال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن فمن رزقه محدود، هل يأتي أحد يستحق العبادة الغني بالذات؟ ومن الخلق كلهم فقراء إليه، وأما المخلوق فإنه وإن اغتنى فإنه فقير في ذاته، وغناه نسبي فقط. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أعداء الله اليهود وصفوا ربنا فقالوا كما ذكر الله عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله سنكتب ما قالوا. فهم زعموا أن الله فقير وزعموا لأنفسهم الغنى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن فالعبادة لا يستحقها إلا الغني بذاته الذي كل الخلق فقراء إليه ومحتاجون إليه، وهو الغني عنهم، وهو يطعم ولا يطعم.